اليوم هنجرب نسبح مع قرش حقيقي في نص المحيط. تجربة حرفياً كانت من أرعب الأشياء اللي أجربها في حياتي. قبل فترة عملت فيديو كامل عن القروش، وعملت ذاك الفيديو لأنه وقتها كان في واحد حرفياً بلعه قرش في مصر. بس يا أخي هذاك الفيديو كان فيه مشكلة. أنا في قناتي معودكم أني دائماً بجرب الأشياء، بس بهذاك الفيديو ما قدرت أجرب أي إشي متعلق بالقرش، واضطريت أستخدم ألعاب على شكل قرش. ومن وقتها والموضوع في بالي لازم أعمل تجربة متعلقة بالقرش، وعشان هيك قررت أسبح مع القرش. في مشكلة زي ما بتعرفوا، أنا حالياً في الأردن، ولما تطلع على الأردن في الخريطة تقريباً ما في ولا مسطح مائي يطلع فيه القرش، يعني إلا لو يطلع لنا قرش في سيل الزرقاء مثلاً. ومع أنه مرات بيلاقوا قروش في البحر الأحمر في العقبة، إلا أنهم جداً نادرين وظهورهم عشوائي، يعني احتماليته للقرش يلاقيك كثير أكثر من أنه أنت تلاقيه. القروش مو كثير منتشرة في البحر الأحمر لأنه هي بس شوي من القروش اللي موجودة في المحيط الهندي. القروش بتحب المحيطات، فيعني عشان نسبح مع قرش رح نضطر نسافر شوي على بلد معروفة بالقروش والحيتان وهاي المخلوقات، اللي هي جنوب أفريقيا. وكالعادة انتو بتعرفوا شو هلأ رح يصير. وصلنا الساعة حاليا 2:30 الفجر، الدنيا ظلام ساكن لأنه الكهرباء مقطوعة عن كل المدينة. احنا في منطقة اسمها جانس باي في جنوب أفريقيا. واو، استنى شوي، شو هي جانس باي؟ جانس باي يا عزيزي هي أكثر مدينة احتمالية إنك تشوف قرش فيها عالية في العالم. لما تحكي كلمة قرش أول مدينة تخطر على بالك جانس باي، وهي عاصمة القرش الأبيض العملاق المدمر، أخطر وأرعب قرش في العالم. وبعد ما عرفتوا هاي المعلومة هلأ أجل الوقت إنه نروح على المحيط. صباح الخير. طبعاً شريكنا لهي السفرة هو The One and Only، الاسم ابن حطوتة، المهمة يسافر كل يوم، ويعني هو رح يكون شريكي بالتجربة. كيف شفت مهاراتي بالسفر هاليومين؟ زي الزفت. كثير مستعجلين، هلأ موعدنا مع جماعة القروش، متأخرين 10 دقائق. يلا Let's go. كمان شغلة بدي أحكيها يا جماعة، لأول مرة بالتاريخ أبو شعلة مسافر معنا عشان نرفع لكم كواليتي الفيديو، وهذا ما كان حيصير لولا دعمكم ولولا أنكم تحضروا الإعلانات. شكرا لكم يا جايز. شكرا لكم يا جايز. وهيك انطلقنا باتجاه مكتب خبراء القروش، لأنهم هم اللي حيساعدونا نلاقي القرش في نص المحيط. بس في مشكلة كبيرة. استنى شوي، كأنه في موج، معقول يخلونا نروح عادي؟ تخيل لو وصلت هذه الرحلة كلها وبالآخر ممكن حرفيا ما يخلونا نطلع، الجو مش كثير خرافي. حظنا كان كثير سيء، النشرة الجوية كانت تحكي انه اليوم شمس، بس مع هيك حرفيا صار عاصفة. وصدقا الوضع كان توتر، وبعد ما استنينا شوي خبير القروش حكى لنا اشي صدمنا. حاب احكي لكم انه بسبب الجو السيء والمطر للأسف الرحلة راح تتم. راح نروح نشوف القروش. لا تسألوني كيف صار، حتكون زي التايتانيك الرحلة. وهيك بدأوا يعطونا تعليمات السلامة. هذا القفص اللي احنا ندخله تحت المي، ما بدش يدخل القرش ويقعد أصابع رجلي مثلا من جوا. كنت عم بتسأل نفس الإشي. Sightings have become very recent. Keep your fingers crossed. We never know what we're gonna get, but that is the beauty of it. كزلمة حكى إنه في احتمال نطلع في نص المحيط وما نشوف ولا قرش، عادي جدا. وحكى في احتمال كمان نشوف القرش اللي طوله 6 متر. حسب إحنا وحظنا يا رب تزبط. وهيك لبسنا جاكيت يحمينا من المطر وانطلقنا باتجاه القارب. هذا قاربنا، هذا القارب حنطلع فيه. طلع الشبك اللي ورا هاي. وأول ما طلعنا في القارب بدأ ينزلوه في المحيط، وهاي كانت بداية رحلتنا. نزلنا في المي. الوجهة هي منطقة زيادة عميقة في المحيط الهندي، وهاي المنطقة شافوا فيها كتير قروش قبل هيك، فعشان هيك احنا رايحين عليها. بس
بس قبل ما نوصل بس بحتاج شيء ثاني من وقتكم. 360 فيوز هي منصة خرافية بتحلك انك تحضر المحتوى كأنك موجود مع الشخص بخاصية 360 درجة. انا عم بنزل كثير محتوى هناك، وبنفس رحلتي هاي لجنوب افريقيا رحت على حديقة مليانة اسود وبرضه صورتها بتقنية 360 درجة. رابط الفيديو راح يكون بصندوق الوصف، راح اذكركم تحضروه في نهاية هذا الفيديو. اكثر بلد بتاكل فيها ناس من القروش جنوب افريقيا. طيب يا جايز، واضح ان القارب هدي، فشكلنا وصلنا للمنطقة اللي هم عارفين انه فيها قروش. سامعين هذا الصوت؟ هذا صوت القرش معصب. اوكي بمزح، ما كان في ولا اشي حرفيا. خشبة. بس الصدمة كانت لما ما طلع خشبة، طلع إشي كثير أقوى من هيك. طلع هذا قنديل البحر. بس يعني شو دخل؟ يعني من جاي نشوف القرش بس عن جد كبير. تعرفوا هلا الإشي اللي هنعمله نوعا ما زي حديقة الحيوان بالعكس، بس إحنا الحيوان. هو برا جايبين لهم قفص، يعني ومع انه ما في ولا اشي ظهر، لازم نلبس عدة الغوص الاحترافية عشان اول ما يطلع القرش على طول ننطف المي. انذار، رح تشوفوا هلا منظر احترافي جدا. هل انتم مستعدين؟ 3 2 1. وين القرش؟ دي منظر سيء، حاس حالي فكوا منه. بس واخيرا احنا قاعدين نلبس، صار الاشي اللي كلنا نستناه. هيو 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 كم واحد؟ حنزل عنده. هاي اول مرة في حياتي بشوف قرش في البحر. احساس انه انا شايفه بلعيش في الاردن. هذا يا جماعة ميكس بين دم سمك وسمك مقطع عشان يجذب القروش، قاعدين برموه. فهذا ترى مش الجريت وايت شارك، هذا مش لسه، هذا مو اكبر قرش موجود. بحث عن فصيلة القرش اللي اجانا وطلع اسمه القرش النحاسي. نوع من القرش ممكن يوصل طول لمترين ونص، ويعتبر خطير على الانسان، يعني غلط تقرب عليه لانه عادي جدا ممكن يعضك. فيلا ننزل عنده. حطوا عليه وزن. معلومة راح احكيكم اياها هلا، انه احنا في نفس البحر اللي فيه القطب الجنوبي، فبالتالي المي شوي بارد. كثير بارد المي، كثير بارد المي، كثير بارد. شو عليه يا بنزل؟ احلام عصر معلم. طبعا اللي احنا ما كنا عارفين انه احنا عم ننزل في المي كان في قرش عم بيراقبنا. اوكي هسه اهم شيء الواحد ما يطلع ايده برا الشبك، الشبك يروح يقطع صابعه. اسمع كثير بارده، انا مشكلتي مع البرد مش مع القرش. كثير برد، زياده برد. يلا مشان ننزل. منظر القرش تحت المي كان جدا مرعب، حرفيا بتشوف الموت في عينين القرش. بث الرعب في قلبي، اول مرة اخاف هالقد من مخلوق حي. وطريقة سباحته البطيئة بتحس فيها كمية قوة وهيبة فظيعة. يخوف يخوف مظهره. وان يا جماعة ارتعابي، طلع صوت ارجف تحت المي. يخربيته شو بخوف. يلا رجع تحت. يلا 3 2 1. يلا. كانوا مدراء الرحلة رابطين بعض من أشلاء السمك في حبل عشان يجبروا القرش يقرب على القفص، وهذا سمح لنا نشوف القرش لسه أكثر من اللازم. أنا بصراحة كان بودنا نضل عند القروش لأطول فترة ممكنة، بس بصراحة المي كانت كثير باردة بطريقة مش طبيعية، وإحنا ما قدرنا نتحمل. خاصة شو رأيك بالقرش؟ شو رأيك بالقرش؟ كثير بخوف صراحة. لو شفت تحت والله ارتحبت.
مرعب مرعب جد مرعب. اكثر شيء بخوف لما تكون تطلع بجهه بعدين تلف على الجهه الثانيه تلاقيه بوجهك. هو كثير سريع فجاه بيطلع، مو سريع بس فجاه بيطلع. وهيك أجل وقت إنه نطلع من المي أخيرا. وبصراحة أنا عملت هاي التجربة عشان أبطل أخاف من القروش، بس أتوقع صرت أخاف منهم زيادة عن قبل. شو اللي عملنا؟ والله مرعبة صراحة بس حلوة. يعني أنا ما كنت حاط توقعات عالية بس طلعت أحلى مما تخيلت. مع إنه كان مرعب بس هذا لسه مش أقوى كرش موجود. القرش الأقوى منه Great White Shark، بس صار له شهر ما عم بيظهر، مختفي، بيكون يا راح مكان بعيد في المحيط أو تحت المحيط تحت. إذا بدكم أعمل كمان تجربة وأجرب أسبح مع القرش الأبيض الضخم العملاق اكتبوا لنا بتعليق. لا تنسوا تحضروا مغامرتي مع الأسود على 360 فيوز، الرابط حيكون في صندوق الوصف. خوازي اليوتيوب تحكي إنه هذا الفيديو هيعجبك لما جرب تحضره.